أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وطاب مساءكم بكل خير. وهذا لقاء جديد يتجدد معكم من خلال برنامجكم الأسبوعي دونية شعراء النبط، فتابعونا. أعزائي المشاهدين، باسمكم أرحب بالشعراء الزملاء المشاركين معي من خلال هذه الحلقة. حياكم الله. بقاك الله. مساكم الله بخير. مساك الله بالخير. سعيد تواجدكم معنا من خلال هذا البرنامج، وطبعا دائما الشعراء هم المادة الدسمة في البرنامج. نقول حياكم الله. بقاك الله. ونبتدي معك يا أبو سعد عبد العزيز الفتغوش، نقول حياك الله. وأنت طبعا محزون، والشعراء أيضا ثانيين لهم باع طويل، وكلكم شعراء وجزلين. نقول حياك أبو سعد. حياك الله. حنا نعرف شعراء العرب قبل كانوا يقفون على الأطلال. نعم. وأنا وقفت على الأطلال لكن بنظرة عصرية. فضل. يقول: يا قصر يا معاصر قديمات الأدوار، يلي مضالك بالفخر والظفر الدور، لك بالذرة والعز قدرا وتعبار، ومشيد بالمرتفع تشبه الطور، يا رمز وقفات المفاخر بالأخطار، قبل تدور السود وعقود وشهور، يا ملفت في هيبتك كل الأنظار فيما مضى، واليوم معادبك نور على شموخك، على شموخك دار دلوب الأقدار، واخفى كيان ومعلم فيك مشهور، ما غير باقي من العلامات تذكار، سور شكا من جور الأيام معذور، هالت بهاك من أول تجهر جهار، واليوم بالتغيير منهي ومامور، معاد تشرق في نواحيك الأنوار، حيث السوافي عانقت جانب السور، معادبك
من يشعل النور والنار ولا عاد لك رواد واتباع وحضور بغياب بغياب نورك غاب دورك من الدار وغابت حشود وفود رمزك وجمهور من أول يصرح تنصاك الأخيار حيثك ملاذ الملتجي من عن الجور يا ملتج المضيوم والضيف والجار يوم يوم بيرق عز ماضيك منشور في مجلسك ينزح كابوس الأكدار واليوم يا عنوان الأمجاد مهجور مداربك من عقب الأقبال ديار وشمسك كساء عقب الأشراق ديجور من واقع الأحداث جسدت الأشعار حب وغلا وإحساس يا قصر وشعور صح لسانك صح لسانك يعطيك العافية ونرجع للشاعر ظاهري الشبوح حياك الله محمد حياك الله يا غالي من الشعراء الشباب اللي دائما نحرص على تواجدهم من خلال البرامج سواء الإذاعية أو التلفزيونية طول عمرك ابو محمد حياك تفضل ابو حسين حياك الله أقول الوقت ما نعرف مداه وتواليه يلي اليام غاب يلي اليام ضاق غنى القوافي يلقابها سجل غنى قوافيه والعلم في صدره عن الناس خافي لا تامن الدنيا من التيه لتيه كم من غني بعد اقتنى عاش حافي ولا تامن الخايب ولا من يخاويه مثله مثل درب مغطيه سافي ولا تامن اللي ما يقدر عوانيه هذاك هافي يعرفه كل هافي ولا تامن اللي ما يحشم المشاريه لو قالوا انه طيب الراس وافي الناس فيها علوم وشباه ووجيه كم وجه عن فعل المواجيب طافي عليك بلي لا طلب شيء يعطيه ما قال لا والله ولا قال كافي وترك ردي الراس لا تمسك يديه وانصار مهما صار قل له عوافي والمرقد الدافي يدوره راعيه ما ينفعه ولاش مرقده دافي قدر بني عمك وقدر مساعيه واحفظ مقام المحترم والسنافي ولا تفتش الخاطر وتبحث خوافيه عاد البشر صنفين غامض وصافي سلامتك صح صح شو يقول الوقت الوقت ما نعرف مداه وتواليه يلي اليام ضاق غنى القوافي قوافي ذاك يقول الوقت هو الوقت لا زود ولا نقصان سنين كامله بايامها ويضاء لياليها ولكن الذي حاصل خطا وارد من الانسان اشوف ان البشر بالوقت مختلفه مما شيها يعطيك العافيه الله يعافيك صح لسانك يعطيك العافيه ونرجع مع الشاعر صالح المهلي حياك الله يا مرحبا حياك الله المهلي يا مرحبا حياك الله تواجدك انت اول مره تشارك معنا ثاني مره لكن معك انت اول لا بالنسبه للبرنامج بلا شك نعم ولا الزملاء احنا وياهم شيء واحد جعل امرك طويل حياك الله حياك الله دائما نحرص على الشعراء لان الشاعر هو الماده الدسمه مثل ما قلنا للبرنامج صدق وحياك ابقاك الله اقول تفرد في عذاب العاشق اللي ما بعد نسيك ولا تخشى من التجريح والآهات والمدة تملكت الحنايا العوج سبحان الذي معطيك غلا يصعب على العشاق لا من جمعه عده يجاوبك الشموخ اللي عصى قبلك وهو يرجيك ذبحت الروح بوصاف العيون السود والخدة ترفق بالجروح اللي نزفها بالهجر طاريك تتابعني طيوف الشوق والنسيان والردة ظنون البعد تتعبني وأنا يا صاحبي مغليك تبكي خاطري طرية تبيد الحيل وتهده أنا مالي على المقسوم إذا كان البخت ناسيك ونفسي عنها وغيرك نهتني ما بها شدت وسدت الدروب اللي سناها بك ولا هي فيك خيال محقق مرادي وواقع مظلم سدها بصبر لين ما تقفي ملامح ضحكتك ويديك لعل الغيث يروي نفس من فرقاك من هدة تعبت أسوق رجلي في طريق صار ما يعنيك سراب مخاشرة واقع بعيد لا رحمة جدة تهامسني قبل هجرك معاليق تبي توصيك تلذذ في عذاب العاشق اللي ما طعن وده سلامتك صح لسانك صح الله صح لسانك يعطيك العافية صح ونرجع للشاعر محمد معيوف الصفري حياك الله أبقاك الله حياك الله أبو مشاري الله يسلمك من شعرانا اللي لهم باع طويل في المجال الله يسمع عليكم برامج إذاعية وتلفزيونية وأيضا المستمع دائما يتابعك في القصص والأبيات والأبيات المختطفة بالإذاعة أي نعم وطبعا هذه جهود تشكر عليها أبو مشاري الله يسلمك ودائما الجميع كلهم يعملون لخدمة التراث التراث أي نعم نقول حياك أبقاك الله
والله تعرف زميلنا سويرح ابن عريجة نعم ارسل لي ابيات استشاره هالشكل واني يعني مثل راي فيها. نعم صحيح. فالبيات الحقيقه عجبتني وابيات طيبه وجريتها. نعم. نعم. يقول زميلنا الشاعر سويرح ابو عريجة ابو مهنا يقول كان الخطا ياتيك من بعض الاقراب وطيا على الجمره ولا شقه الجيب والصمت حكمه والصبر دفعه اسباب والهذر يفضح والمدى يكشف الغيب وصبرك على ما قدر الله بالاسباب الصبر يرخي ما تشد المكاريب ولا يستفزك قول ماكر وكذاب لا قايل حق ولا ساتر عيب يضحك بسن داخله غاسق الداب جرحه خطير ولو داويه ما يطيب. ما يطيب. اي نعم. مو القصيده هذه قصيده سويرح. اي نعم. قال ابو مشاري والله انا جريته بالابيات هذه يقول حي الكلام اللي به هروج وعتاب من واحد ما يدخل الشك والريب حي عدد ما تنبت الارض الاعشاب من راس جالس لين تاصل تناجيب من واحد ما يحفظ المال بحساب صميد عن ما يلحق انه عذاريب ابو مهنا عز من جاه ما خاب يضوي على فعل الوفا بالمواجيب يشكي امور من بعيدين وقراب مشاكل منها تشيب المناديب بعض القرايب سوسة وسط الأنياب ما يملك إلا شذبة للعراقيب ولا تكثر التشريه وتزيد الأعتاب خذها نصيحة وانت راعي تجاريب يا صار ما تدحم بجنبك على الباب خل البيوت مسكرة للمعازيب واحذر من الحية ترى نابها ناب والداب سمه يعطب العضب تعطيب وترى الأسد لصار مهوب والثاب حتى الحصاني ما حسبت له تحاسيب وإن كانها ما بين بزيد وذياب أنا كفيلك ما تجيك الشواذيب هذا وصل وعد ما تقرأ الأحزاب وعداد ما يكبر من الناس ويشيب على رسول ما تحير ولا ارتاب المصطفى اللي رتب الدين ترتيب. اللهم صل على لسانك. صح لسانك ولسان سويرح بداية قصيدته يقول الصبر. ايه لا هو بداية قصيدته يقول كان الخطا ياتيك من بعض الاقراب. نعم. وطيا على الجمره ولا شقة الجيب. الصبر. الصبر هنا. البيت الثاني. والصمت حكمه والصبر دفعة اسباب والهدر يفضح والمدى يكشف الغيب. نعم هذاك يقول الصبر للإنسان حكمة وتهذيب. نعم. رعيه من بين المخاليق محبوب. محبوب. فدائما الصبر. نعم. يجيب النتيجة الطيبة. محمود العواقب. محمود العواقب. نعم صحيح. محمود العواقب. وصح لسانك ولسان سويرح بن عريج. طيب حنا نأخذ استراحة عن القصيد ونبينا نتجه الآن للألغاز. عندك لغز مساعد. الله الله. حياك. يقول يا ويش رجل عند الإسلام معروف ومع غيرهم ماله وجود وتصريف مهمة حوف المغاتير بالروف وضف عليها الشرع حالة وتعريف تعريف ها واضح ولا عيد خليه عيد ذا عيد عيد يا ويش رجل عند الإسلام معروف ومع غيرهم ماله وجود وتصريف مهمة حوف المغاتير بالروف وضف عليها الشرع حالة وتعريف تعريف مشاري والله ما ادري كان ما هو هلال رمضان ما لك له ولا وحسين ما عندي ما لي موسم الحج لا طيب شو يقول ابو سعد يقول هذا المسواك المسواك طيب في احد منكم عنده لغز ابو مشاري والله في لغز تفضل في لغز ارسل هذه الشاعر المرحوم قبل ظاهر الحرب ان شاء الله الله يرحمه الله يرحمه يقول وش الذي في صفحه اللوح مسمور عدو وعده من عدو معادي يا ما بدونه من مطبات وحدور والله يلده بالفنا والجهادي والجهاد ها أو صالح عيده لا انت نعيده وش الذي في صفحه اللوح مسمور عدو وعده من عدو معادي يا ما بدونه من مطبات وحدور والله يلده بالفنا والجهادي والجهاد ها وسعد والله انا قلت سموه ابليس عليه اللعنه والله ما انت بعيد هو تراه قريب من الإبليس كان مفزعلة يهودي واضح عندك؟ لا والله شو يقول أبو مشاري؟ هذا العور الدجال أي العور الدجال سعد حوله يمكن إبليس أبرك منه يعطيكم العافية وصح لسانك ولسان أبو سعد ولسان الجميع دائما الشاعر يؤدي رسالة
ما في شك. الشعر الشعر رسالة، لكن المواضيع متعددة، بر الوالدين والجار والحث على الموعظة والدين وأيضا الخوة والكرم صحيح والطيب. فدائما الناس بر الوالدين، يعني الإنسان لازم يكون يتحلى بهذا الشيء صحيح. بأمر من الله سبحانه وتعالى وأيضا هدى الرسول صلى الله عليه وسلم. فدائما الشاعر لازم أنه يؤدي هذا الرسالة من هذه الأمور، يحط فيها موعظة ويحط فيها يعني وعي وإدراك للمشاهد والمستمع والمتلقي ككل. أحد منكم عنده عن بر الوالدين؟ إيه ما فيه أبيات مختصرة. في أحد الشعراء أبو محمد الهنا الربع من الشعراء الفصيح يقول عن حب الوالدين: حبي لهم ما يضاهى ما عدا حبي لربي والنبي محمد. فهو مثل ما قرن محبتهم في محبة الله سبحانه وتعالى، الرجل هذا ترجمها شعر فصيح. فصيح. نعم. عندك عندي على الوالدين. ايش يقول؟ بقراها ماني حافظ. تفضل. أقول الوالدين أغلى من عيالك ومن كل البشر. صحيح. احذر تزعلهم، ترى الجنات تحت أقدامهم. نعم. اغنم مرافقهم يطول الوقت ولا قصر، بكرة تحن ودك الدنيا ترد أيامهم. والله ما تلقى مثلهم يغليك لو طال العمر، أصدق نسيم مر في قلبك ترى من أنسامهم. الناس مهما شفت منهم خير ولا شفت شر، لاحتجتهم خلوك ما والله ترفع لامهم إلا أبوك وأمك، إلا أبوك وأمك اللي ما تركوك من الصغر. إذا طلبوا منك الطلب حاول تكون حزامهم، ولا تخليهم وتتركهم ليطاب السهر، دايم وجودك عندهم يخف من آلامهم. البر يمنع عنك الصدق، البر يمنع عنك صدوف الليالي والقدر قد قيل أهل البر ضيق الوقت ما قد ضامهم. الوقت رحلة والبنادم في ارتحال وفي سفر، والطيبين اللي ما ترضخهم كبار أوهامهم ترى العقوق. الله لا يبلانا هو الموت الحمر، كن خلفهم وعلى جنبهم لا تكن قدامهم، وترى مشاهدهم أخير من الدراهم والدرر، وقف عليهم دايم بجلوسهم وقيامهم، من دونهم فلا تدور لا مصد ولا عذر، قال النبي المصطفى الجنة تحت قدامهم. اللهم صل عليه وسلم. قول يعطيك العافية. الله يعافيك. وطبعا القصيدة تشكر عليها، ودائما مثل ما قلنا دائما الشاعر هو يؤدي رسالة للمتلقي. يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب نرجع للشعر مرة ثانية، وطبعا نبدأ من عندك أبو سعد إن شاء الله. تفضل. مثل ما تعرف عرف المشاهد أن ديونية الشعراء النبط توجه الشعر الشعبي توجيها يخدم قضايا المجتمع. نعم صحيح. ومن هذا المنطلق عندي أبيات إن شاء الله أن فيها توجيه. تفضل. يقول: يا تاجر المحظور يا جيت من هار، وفي ساحة التنفيذ ترجف ومخفور، في موقفك بالذل تندار الأنظار وتنطر قرار الحق، بحضور جمهور يقرأ قرارك والمخاليد حضار، وسوع ملك مكتوب بحروف وسطور، هذا جزاء من جابل الدار الأضرار وسيف القصاص، الراس يرواك مامور نار ودمار وعار، بالسر وجهار يا جالب الآفات وأضرار وشرور بالمجتمع، دقت نواقيس الأخطار وشر السموم وضوها بان مشهور، يا سبة الأضرار يا سبة الأضرار في كل الأقطار، أعيا دمار بضاعتك كل دكتور خسران، يا ماشي على غير تعبار يا مخالف في مسلكك منهج النور خسران، يا ماشي على غير تعبار يا مخالف في مسلكك منهج النور، ضعت وضياعتك ضعت وضياعك سبته بعض الأفكار، وفي منهجك بالغي ما تسمع الشور، سقاك فعلك من قراطيع على الأمرار، ورماك تفكيرك على درب مخطور، ترى هواك رداك في وهج النار وعفت الرفاع، وصار ممشاك بحدور قبل الضياع وقبل قصاف الأعمار، راجع ضميرك واحسب سنين وشهور، احسب حسابك خل تلفيز الأعذار، ما ينفع التبرير يا بان مستور للنور، للنور صلب الشور يتبع ويختار، وبك يعتبر من يملك إحساس وشعور، سيف الجزاء والحق صارم وبتار، ومن اعتبر بأمر الولي طاح معذور. سلام. صح لسانك. طبعا نعم، الإنسان الشاعر دائما يترجم الإحساس والمشاعر،
في قضايا نعم للوطن وللمواطن، وتشكر على هذه القصيده ابو سعد ويعطيك العافيه. الله يعافيك. ونرجع للشاعر ضاري الشبو، حياك الله ابو سعد. حياك الله يا ابو محمد. طبعا انت مساء جبت لنا قصيده عن بر الوالدين، والحين عاد نترك لك الاختيار. الله يتحمل. حياك الله. حياك الله. اقول الزمان يدور والوقت مثل الامتحان، واعرف ان النفس مثل الليالي رايحه لا تجي للناس، مثلك مثل شاهد عيان عز نفسك عن فتات السنين الطايحه، وحاجتك لو دونها الناس وظروف الزمان صوبها لا تمسي العين عنها شايحه، مكثر الاصحاب يوم المعاريف اسمان يوم ذكرى الفضل تعداده، وشرايحه وصاحبك مهما يضايقك يبقى له مكان، ودك الصاحب اللي يخطى عليك اتبايحه، ودك انك للمهمات مطنوخ وحصان كل ما مرتك ضيقه، وجاتك جايحه ولا تدور لك خوي اللي احتجته جبان يرتعد لا منه هو حلحلوق الصايحه، وانتبه عشرك مع الوقت لا ترجع ثمان، وقتها عينك تهل الدموع السايحه، ما يضر الرجل ويدهوره غير اللسان، امسكه مالك ومال القلوب الناحيه النايحه، تكبر الافعال واكسب لو وقفت الرهان يوم غيرك وده ترد له منايحه، الردي مهما الردي ما من ورا خوته طيب وضمان، ومن يقديك النصيحه فاخذ نصايحه. سلامتك. صح لسانك. يقول المحزله صاحبك وصاحبك مهما يضايقك يبقى له مكان، ودك الصاحب اللي يخطى عليك تبايحه. هذاك يقول ادمح الزلة صاحبك في نشوبه يكفيك عنه جيته واعترافه. طبعا لما يجي ويعترف انه مخطئ الاعتراف بالحق فضيله. فضيله. الانسان اذا اخطا واعترف وجاك يعني يطلبك المعذره والسموحه فخلاص يعتبر الانسان انه كانه ما عمل شيء. فمن الصفات الحميده انك تسامح وتكون دائما سامح. نقول يعطيك العافيه وصحة يعافيك. يعطيك العافيه. ونرجع لصالح المهلي. يا هلا محمد. عاد القصيده الاولى ما كفت نختار. ابشر ابشر طلبك. اقول ليل العذول من الهواجيس خالي وانا عيوني غارقه في سهرها اناجي الورقه من اسباب غالي صاير بوسط العين كنه قدرها اللي بناله بالغلا قصر عالي شي يدركونه بالدلال وعمرها غلاه في قلبي ولاني بسالي النفس من دونه تزايد كدرها حل الفراق وعذب البعد حالي سماي عقبه ما ظهر لي قمرها ما غير ذكرى باقية في خيالي مثل الغيوم اللي تناثر مطارها تسقي عروق القلب طول الليالي والفكر تشرد به معالم صورها يا عادلي بالحب مالك ومالي طعنات غدرك بيننا من غفرها بنتظر وصله شبيه الغزالي يمكن يحس بروحي اللي دمرها هذه ثلاث شهور عقبها الحالي عساه يفهم بالظنون وخطرها ويبادر شعوري بدرب الوصالي يرد للخاطر شجون النحرها مظنتي ينكر سنين الغوالي يحيف والله لو جنابه نكرها. صح صاحبك يقول اجلس وحيد اجاوب الورق لا ناح وابني امل باحلام ما هي اكيده جرحك بوسط القلب يا زين ما راح وانت سبب جرح وخبوك ووقيده. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك يا ابو محمد. اعزائي المشاهدين مع هذه الفقره. صاحبينا شني بالموده نوش موش مس كنت ساعر بوسط الجيش تلني تلا الركب وانقفاه الهوى شايفه معاش
نرجع للشاعر محمد الصفري. حياك الله يا ابو محمد. حياك الله ابو. مثل ما قلنا لزملائك ايضا القصيده الاولى ما تكفي، تختارنا عاد قصيده ثانيه. ما في شك. انا اقول قصيده اجتماعيه. حياك. يلا العفو منك لابن ادم غنيمه، يوم بني صروح ويوم حزت هدامه، نكتب القاف دايم في معاني حكيمه، خاف ينقد كلامي من يصوب سهامه. صاحبي لو تغير دائما في حشيمة، ألتمس له عذارا لو أشك بكلامه، والعدو ما نهابه في الظروف الوخيمة، لو يحزم حزامه ما يحصل سلامه، لو يحشد بجيشه بشره بالهزيمة، ما انتصر جيش حاقد ينكسر بحسامه. وقتنا حل فينا كل غدر وجريمة، كل ما حل ليل طال فينا ظلامه، صار حبل المشاكل يا عرب يوم ديمة، لا غرقنا بسيل ولا ارتفع فيه هامة، ما أخذ الوقت طبعه من طبايا حليمة، كل ما قلت نور انتكس فيه عتامة، كل جرح جديد فيه ذكرى قديمة، إلا جرح قديم من تكتسيها الملامة، لها جدني رعشني مثل برق بغيمة، بس أفكر بعدها في صغار يتامة، لي زمان ندور بالفكار السليمة، لكن القلب مني ما حصل له مرامة، لو بغينا نشاور هالعقول الفهيمة، وضعنا مثل ليل فيه عج وعسامة، فرق الله ظنون ما تجيب العزيمة، من تناسى خوية ما نشتش علامة، ما يفيد التخاذل والمواقف سقيمة، كود فعل مجرب وارفعوا له علامة. لا صح لسانك، صح لسانك ويعطيك العافية. طيب الآن دائما يقولون المساجلات أن الشاعر المبتدئ الأول ما يرسل يكون هو المتمكن أو الأفضل في أن الرد، فأحيانا يقول لك الشاعر لا، الشاعر المتمكن يبدع في الرد إذا كان متمكن، يعني إذا كان المساجلة يقول لك الشاعر الأول ياخذ البيوت او ياخذ عيون القصيده. نعم او اي، لكن احيانا تكون القوافي القوافي. نعم احيانا لا تكون القوافي سهله ولها مجال مفتوح المجال. نعم. فيقول لك ان الشاعر المتمكن يبدا من عند الرد مو من عند الارسال. نعم استاذ ابو سعد، هي تختلف بالنسبه للمواقف القوافي، اذا كانت القوافي شحيحه طبيعي جدا ان المبتدئ راح ياخذ القوافي المعروفه المشهوره. نعم. فبالتالي الشاعر الثاني يمكن يجيب قوافي اقل جوده. اما اذا كانت القوافي لا فيها مجال ومفتوحه كذا، فبالفعل ان الانسان لما يكون يرد وينقض بيوت المرسله له يكون اقوى. نعم نعم يكون اقوى برد من المبتدئ. نعم لان هو الشاعر اللي بيرد كانه قاعد يجاوب على سؤال. نعم يجاوب على سؤال هذا الموضوع. نعم لك تغيب ابو مهلي. لا انا اوافق اخوي الشاعر العلم. نعم. الكلام اللي ذكره اذا كان القاف كريم ممكن الشاعر المتمكن يقدر يحلل البيوت، يقدر يضفي عليها. نعم. يعني بيوت طوة. بيوت اقوى منها وتماشي مع المعنى. نعم بلا شك. ولكن اذا القاف شحيحه اتوقع ان الامر يكون محصور. نعم صحيح. ابو حسين. والله ابو محمد مثل ما قال لك اخوي ابو سعود لن تعدى عليه، لكن اللي راد صحيح ان يكون الموضوع قدامه مثل ما قلت عنده اسئله وقاعد يجاوب عليها، لكن اذا صارت القوافي عسره شوي، وثانيا ما يمنع يمكن بعض الشعراء انهم يغيرون بالقاف اذا سكرها لقدامه ما وده يسري نفس الكلام. نعم جايز انه يغير القاف القوافي
والله أنا بالنسبة لوجهة نظري مثل ما يقولون خذ عيون القافية. أنا بالنسبة لوجهة نظري هي أما يرد على نفس الوزن والقافية ولا يعتذر منه إذا شاف أنه مسكرها وشاف ما له مجال مدخل يعتذر بلاش يرد إلى قافية يجاريها بقافية ثانية. طيب خلنا نسمع أبو مشاري عن موضوع المساجلة. الموضوع المساجلة في بعض القوافي مسكر يعني لها عدد وعدد قليل يعني جدا مثل كلمة أرب وقرب وشرق تأثير بالقافية إيه فيه يمكن ما تلقى لك يمكن حول 40 بيت أو 30 بيت وخلص وتسكر القافية ما في مجال لها. هذه بالطريقة هذه إذا واحد أرسل يعفي زميله من الرد هو يعفي زميله من الرد هو راح يقوله يا جماعة ترى ما فيه ما بيك ترد لي على القصيدة أما إذا ما يرد له شرسالك إيه لأنه يعرف أنه مسكر الغافية أو أن هذا رايح يرد له بنفس الغافية بس يغير الغالب. طيب ممكن أنه يرجع بس راح تكون القصيدة ضعيفة لأنه نفس الكلام راح يرده بس بطريقة ثانية. طيب لازم المفروض يكون الأفضل أنه يرسل القصيدة للشاعر أساسي نأخذ موضوع نتكلم عن موضوع فلازم اختار القوافي يعني مثل ما تقول منصف مفتوح مفتوح له انه بامكانه يجيب قوافي معاني اكثر مني ممكن يجيب معاني توالم المعنى اللي انا كتبته لان اذا انا كتبت لها قافيه صعبه مثل ما يقولون عسره كان فيه نوع من الاختبار او احيانا الشاعر ما يكون عنده نيه الاختبار هذه لكن وقع فيه انه سكر مجال الرد وكل ما كان الانسان ودك ان الشاعر اللي بيرسل يكون يعطي قوافي صحيح بسيط. وكل ما كانت الغافيه يعني عسره شوي ترى يطلع الشعر طيب. لا انا سلفك على موضوع ان الغافيه تكون مسكره يعني ما فيه رد بالكلام لكن بعض الانسان يعسر الغافيه ولكن المعاني واجد زين لكن الغافيه تكون صعبه شوي مثل كلمه الك ولا مثلا كلمه أي قائمة الغوافي الصعبة شوية. طيب أنا الشاعر لما يبي يكتب قصيدة له الحالة ويكون فيها من القوافي الصعبة وهو متمكن فيقول هناك التحدي الذات تحدي الذات فهو يبدع لأن القصيدة ما مرسلها فهني يبدأ تمكن الشاعر ويبدع في القصيدة لكن أن القصيدة مثل ما قلت قال أبو سعد يا أنه يرسل يجاوب على القصيدة بنفس القوافي وأنه يعتذر صحيح؟ صحيح بعدين إيه؟ الشاعر إذا يبي رد أنت لما مثلا تشتكي لأي شاعر وتبي رد لا تحاول أنك تزيد تسوي لي 60 ولا 50 بيت ولا طبعا ما لا عطى ثمرة نعم الموضوع عطى الموضوع ومثل ما قال الشيخ ركام الحذلينة ما قال دل زبت الهرجة إن شان الهرجة في صاملة عن كثير صحيح نعم عموما يعطيكم العافيه على هذا التوضيح. طيب الالغاز هل تبقى من شاعر لشاعر ولا يعني كل شاعر يقدر يستطيع انه يكتب اللغز؟ لا في ناس لهم هوايه نظم اللغز واللغز يبي حبكه يعني اول شيء لازم تعطيه مفتاح للحلول اما اذا جاء اللغز مثلا وانطبق عليه اكثر من حل يرد عليه فانا فسد لا يصير باطل نعم يفسد الحل اللغز دائما حله واحد ما يكون له حل ما يكون له حل ثاني فيبطل اللغز حتى لو كان له حلين يكون الاول مرجح له اكثر يعني لو جيت مثل وفي حلين للغز وجيت غرنتهن يكون الاول هو وارد عليه اكثر منه لا هم المتفق عليه ان اللغز دائما حل واحد ما في شك أكيد إذا صار الحلين فمعناه أنه بطل اللغز نعم اللغز يبطل مو يضعف إلا يبطل لأنه ما يصير ورد عليه أكثر من حل أكثر من حل إذا بطل اللغز فدائما اللغز دائما يكون حل واحد فقط. عموما إحنا عندنا دائما أبو مهلي ناخذ مقتطفات سواء القصيدة لك أو لغيرك مقتطفات على بيتي نقول حياك لا تشكي إصرارك على كل مخلوق حتى لو انه صاحبك وابن عمك خلك مع اللي رازق الطير والنوق ولا البنادم لا زعل منك ذمك صح لسانك صح الدنيا ابو سعد انا مثل ما تعودنا باب انصاف الشاعرات عندي بيتين للشاعر روح الخمع لي نعم تقول خلوه يبعد ويلحق بالجفه شفه والله اللي يبطي وهو في خافقي غالي ما هو مهانه شعور
ولاهي بخفة بس المشاعر عصتني ما لها والي. ما لها والي صح لسانك ولسان الشاعر روح الخمعلي. وحسين أقول خذاك قشر الزمان وقلت وفيقي ولا أنت أكثر بني آدم تمنيته ما طاعني قلبي اللي فيه معاليق يبيك لو كان يما الغير حديته. صح لسانك ومشاري. أنا أقول يا الله يا عالم خفى كل مكنون تعز دارا ما ندور بداله دارا بها المعروف والطيب مضمون دار الكرم دار الشرف والشكر. صح لسانك صح لسانك. طبعا احنا دائما قبل أن نختم الحلقة ناخذ قصيدة غزلية واليوم ناخذ من عند أبو سعد إن شاء الله. حياك. يقول يا نور حور الدور يا قبلة الناس عندي وشوفت راس مالي بناسي صرت بعيوني للعماهيج نبراس وحبت غدالي والعيون امتواسي حبت جرى ما بين ذرات الأنفاس ويزيد لسوهج الغلا والحماسي غلات عندي ما لها حدود وقياس وبين الجوانح حاز رقم قياسي يفوق حب الغرب للفوز بالكاس وحب العرب جم الذهب والكراسي جدد جروح بين الأضلاع دراس ورقم العواصف والتباريح راسي في لجة الأفكار مضنات غطاس وبوارج الضيقات عندي رواسي حل الفراق وزاد بموجة الأتعاس وفي مركز التفكير صار التماسي قلبي هتفلت والمعاليد يباس ومن النوى زرع الهوى به يباسي من أبع الأشواق جفت من الساس رغم اهتمامي والحذر واحتراسي يا درة الياقوت يا عقد الألماس يا بلسم اللي غارقن بالمآسي يا مبعدة بشراقة عتمة الياس لولات نزف الروح ما كان قاسي وجهت لتحرفي من الراس للراس واسم شعوري واسم شعوري لتبلي التباسي من نبض روحي من نبض روحي والمشاعر والإحساس ومن نور فكري صغت وقباس راسي بوحي بوح انحظى بوح انحظى بالرد من كل حساس ولا الغبي عداه ويقول ناسي. سلامتك. صح لسانك. صح لسانك يعطيك العافيه. الله يعافيك. اعزائي المشاهدين مع هذه الفقره. وصلنا لنهاية الحلقة. أشكركم على الحضور. الله يجزاك. على القصائد على الألغاز على النقاش وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى ويعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يجزاك. أعزائي المشاهدين وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. حتى وإن حين ذلك الموعد لكم مني أطيب وأسعد الأوقات. تقبلوا تحياتي وتحيات جهيمان سدحان العازمي من مراقبة النصوص.
هذه تحية عطرة من فريق العمل الذي بدوره أوصل لكم هذه الحلقة. أشكركم على حسن المتابعة مرة أخرى وإلى اللقاء. Oh.